هو في ناس تحب تتهزق، في شخصيه تحب اللي يشبشب لها عشان تمشي عدل. ايه بتستمتع بالشبشب؟ طب في حد بقى ممكن يدفع فلوس عشان يتهزق؟ انا هنا سعادة الهباب، سعادة الطين، سعادة النيلة، ثم انت مش فاهمة حاجة ابدا، ما تنفعش، انت بتحترميني، انا عايزة واحدة تهزقني 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 تهزقني. النفسية الأسبوع ده تأثرت بعملية التلطيش والتهزيق لشخصية مشهورة المازوخية. أحد اضطرابات الشخصية اسمها الشخصية المازوخية، وده اللي ذكره شيري جونسون في كتابه علم النفس المرضي. بيقول تعرف الشخصية المازوخية أو الخضوعية على أنها حالة اضطراب نفسي وجنسي تتجسد في التلذذ بالألم الواقع على النفس أو الاضطهاد، إذ يجد الشخص المصاب بها متعة عندما يعتدى عليه بالأذى النفسي أو الجسدي. لكن الناس خطأ بتجمع بين المازوخية والاضطهاد اضطراب الجنسي فقط، وده صحيح لكن مش بس، لان ظهر في كتير من الادبيات النفسيه مصطلح المازوخيه الجنسيه والمازوخيه المعنويه. يعني المازوخيه بيمتد سلوكها الى غير العلاقه الجنسيه، يعني التهزيق والمرمطه بتكون دافع الى اللذه حتى في التعاملات العاديه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه. ايه ده سياسيه؟ هل ممكن ان توصل التشوهات الشخصيه دي الى العلاقات السياسيه؟ يعني ممكن نلاقي رئيس حزب مازوخي او رئيس دوله مازوخي او ملك مازوخي؟ وليه لا، هم يعني رؤساء الدول دي او الملوك بيخضعوا للفحص النفسي، دول بياخدوها وراثه او مقاوله او انقلاب. الموضوع ممكن يفضل في السر مع بعض طراطيش كلام زي بعض الوزراء او الانقلابيين اللي اتعرف عنهم الموضوع ده، لكن الموضوع ريحته هتبان اكتر لما الرئيس او الملك المازوخي يقابل رئيس او ملك سادي. ايه السادي ده بقى؟ السادي ده عكس المازوخي، ده بقى اللي بيحب يعذب، اللي بيضرب، اللي بيشبشب، اللي بيمرمط الضحيه. يعني لو واحد مازوخي قابل واحد سيادي هيحصل ايه؟ هيحلبه. ده تصريح دونالد ترامب عن السعوديه، وهو بيصف السعوديه بالبقره اللي لازم يحلبها. تعالوا بقى نشوف الرد السعودي المازوخي على التصريح السادي ترامب المهين ده. يقلد خادم الحرمين الشريفين فخامته ارفع وسام في المملكه العربيه السعوديه. هياخد فلوس مقابل انه يهزق، والمازوخي هيبقى مبسوط والسادي برضه هيبقى مبسوط، الاثنين مبسوطين لان واحد بيدي وواحد بياخد. لكن عايزك تركز في المعنى النفسي للمازوخيه هنا، وهتبقى فهمت الدرس لو جاوبت على السؤال. السعوديه هنا هي اللي بتدي ولا هي اللي بتاخد؟ بالظبط هي اللي بتاخد. في كتاب المازوخيه لشاسانخت، وهو مؤسس معهد التحليل النفسي في باريس ونائب رئيس الجمعيه الدوليه للتحليل النفسي، بيقول ان المازوخي بيسعى بكافه الطرق الى التواجد في الاماكن والمواقف التي يتوفر فيها الاذى الجسدي والنفسي، انه سلوك يهدف الى تكرار الشعور باللذة. مزاج اني حتت انا ملك ايديك وعن اي حكت للكل عليك هتستعجب من تكرار السلوك ده لما تعرف ان ترامب كرر الاغتصاب المعنوي ده اكتر من مره على وسائل الاعلام وامام حشد جماهير كبير. شوف مثلا دي ولاحظ كلمه انا بحب الملك. And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. شوف دي كمان ولاحظ كلمة الحب. I mean, I love Saudi Arabia. They're great, King Solomon. I spoke to him this morning, a long talk. And I said to him, King, you got trillions of dollars. Without us, who knows what's going to happen? Maybe you're not going to be able to keep those airplanes. Because you know what? They'd be attacked. With us, they are like, you know, safe, totally safe. وهنا تعدى الأمر الملك ووصل لولي العهد ترامب السادي يضرب من جديد. Of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion, that's for frigates. $889 million, $63 million, and that's for various artillery. لا وترامب عارف طلب الزبون ومجهز التهزيق وشاري ورق كانسل من مكتبة ماجدي ومصور اي فايف ومظبطه والزبون مبسوط وبيضحك. شوف دي كمان. THAAD system, $13 billion. The C-130 airplanes, the Hercules, great plane, $3.8 billion. The Bradley vehicles, that's the tanks, $1.2 billion. And the P-8 Poseidons, $1.4
بليون دولار. ايه ده؟ بس هو المزاج يخلي الواحد يدفع الفلوس دي كلها؟ احنا بنتكلم عن تريليونات الدولارات. انا بدفع هنا فلوس ولازم اتهزق بيها. الفلوس دي كلها لزوم المازوخيه السياسيه؟ طب بتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ والفلوس اللي لزوم الحب والمزاج دي نكتبها تحت بند ايه؟ بضاعه اتلافها الهوى. اجابه السؤال ده ضروريه. انت بتدي ترامب الفلوس دي كلها منين؟ وده اللي قاله مفتي ليبيا. اقول للناس المعتمرين وللحجاج من حج مره ومن اعتمر مره فلا ينبغي ان يدفع الاف الريالات في جيوب حكام السعوديه ليقتلوا به ابناء المسلمين. يقتلونهم في اليمن ويقتلونهم في ليبيا وسيقتلونهم في السودان وسيقتلونهم في الجزائر وسيقتلونهم في تونس. وكما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا يسعون فيها فسادا بأموالهم. نفس المعنى صوره الفنان عطوة كنانة من أكتر من سنة في العمل ده. عزيزي المشاهد، المازوخية والمازوخية السياسية بتصيب بعض الحكام، لكن كمان بتصيب بعض فئات المجتمع، اللي هي فكرة قطعني حتة وارميني في الزيت، وطاعة ولي الأمر وإن جلت ظهرك وأخد مالك. شايفين التمسك بفكرة التعذيب؟ شوف محمد صبحي لما جه يتكلم عن حب مصر قال إيه؟ لو الرئيس مصر خد ولادي وعذبهم وسجنهم، أقسم بالله أصعد ربنا، بس أقسم بالله ما يتمس فيكي تراب في مصر. ولا يهد فيك طوبة. ده وطن، ده وطن. ليه فكرة انه لا مؤاخذة ياخد ولادك؟ لا، ومش بس ياخدهم، لا ويعذبهم. وانت بقى كمواطن بيحب مصر استعوض ربنا في ولادك. ليه فكرة حب التعذيب؟ ليه ما تكونش انسان محترم في دولة بتحترمك ورئيس موظف شغله ومصلحتك مش يعذبك؟ ده حتى الحالة الوحيدة اللي يهمه فيها مصلحتك هي انه يصب فيها غلاء الاسعار يصب في مصلحة المواطن. لا مؤاخذة، ارجوك ما تفهمنيش صح. يعني مثلا ليه ما تقولش انه لو عدل الدستور انا هسكت وانا كده بحب مصر، لو باع تيران وصنافير هطبل وانا كده بحب مصر، لكن انك تختار يا صبحي انه ياخدك وياخد ولادك لمؤاخذة ويعذبك؟ ده بيأكد كلام محمد مبروك في كتابه غبار الاحتلال العربي، بيقول وهناك بعض الفئات من الشعوب لديها غزارة مفرطة في المازوخية وغريزة الخضوع للحكام وان كانوا فجار وظالمين. وما ننساش في وقت الانتخابات والاستفتاءات، واضافة للرأس الخليع اللي بيعتمد على هز اماكن معينة في الجسم زي الصدر والارداف، في صورة تاني اكثر بشاعة تؤكد معنى المازوخية عند بعض من الشعب، زي مثلا انه يعبر عن حبه لجيش بلده فيقول البيادة رمز الفخر ورمز العزة ورمز النصر. اهم البلد الصغيرة شايلة البيادة وجايين اهم 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 المصريين فين الجزيرة. ده جزمته فوق راسي من فوق، او بيدته على دماغي، او ده نابوس الارض اللي بيمشي عليها، او ده جزمته برقبتك، او يا ليتني نعلي في قدم فلان. وايه موضوع الجزم ده؟ يعني مثلا ليه ما تقولش يا ليتني زهره في بستان الجيش، شعار الجيش في قلبي، علم بلادي في دمي. ليه حب الاهانه والذل؟ انها المازوخيه السياسيه والشعبيه. طبعا انا ما اقصدش البياده البياده، يعني ممكن تبقى شبشب. لو فرضنا مجرد فرضيه ان هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويلبس هذا النعال، تعرف انا كمواطن اماراتي شو اسوي؟ انا اقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظه وديما تاج على راسي. ممكن تحب الشخص بس من غير ما تكون جزمته او شبشبه او صنداله. ده حتى عبد العزيز محمود لما جه يغني لحبيبته قال لها يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. شبشب يا راجل، قصدي شبشب يا شبشب، مش لازم تتذل. حتى في كلام الحب والدين والوطنيه لازم نتخلى عن عبارات الذل والاهانه المازوخيه. الحب كرامه، الحب تقدير للمحبوب، الحب شكر الجهد المحبوب، وفي محبته مش لازم تكون جزمته. يا اخي انا اسمي عمر ويا ليتني كنت النعل الذي يمشي به عمر. والله يا عمر، سيدي عمر، يرجو انك تكون اسد مش جزمه. واسمع الدكتور صابر لما حب يعبر عن حبه للامام البخاري رحمه الله. يا ليتني شسع نعل البخاري. شسع النعل يعني السير حق النعال تكرمون.
ليه يا دكتور ما تكونش مصباح في حجرة الإمام، مداداً لقلم الإمام، ريشة يكتب بها الإمام، مساعداً له، مترجماً وأترجم كتب الإمام، أي حاجة غير رباط الجزمة. وشوفوا ده شكل مازوخي غريب للتعبير عن الهيام في الحب. نفس فكرة النهين نفسي أو عذبها في حب المحبوب. مش علامة الحب أبداً إنك تبقى جزمة أو حبيبك يدوسك أو يعذبك أو يخطف ولادك أو يجلدك أو عور نفسي عشانك أو أقطع شراييني. دي مش علامات حب أو وطنية، دي علامات لاضطراب نفسي في التعبير عن الحب. المازوخية تعبير مرضي عن الحب. اسمع كلام السادي وشوف أفعال المازوخي. I called the king. I like the king. I said king. And he said but why would you be calling me? Nobody's ever made such a call before. I said, that's because they were stupid. And I love the king. We protect Saudi Arabia. And I said to him, king. I like the king. مش التعبير عن حبك لأمريكا إنك تاخد قوت الشعوب وفلوس الحج وتدفعها لشخص بيهينك وبيتعمد إذلالك. عاوز تستمتع بالحب بطرق شاذة، أنت حر، بس بعيد عن جيب بلادنا ومستقبل شعوبنا.